ارحب فيكم مره ثانيه وبرنامج مستر ماسلز نعيش معاكم اجواء التمارين الخاصه بعضله الريول. حلقه اليوم راح نكمل معاكم مشوارنا مع الكابتن يوسف السبهان وتمارين عضله الريل. الحلقه الاولى كانت رفرفه اماميه، الحلقه الثانيه كانت سكواد، الحلقه الثالثه اتوقع راح تكون دفع ولكن ما ادري الامانه اذا كانت عضله خلفيه ولا اماميه. بعد الفاصل بنتعرف اكيد على التمرين اللي مجهزه لنا الكابتن والمحترف، سموها تعبت شويه، الكابتن والمحترف يوسف سبهان، واكيد باداء الكابتن والبطل عبد الله عازمي. وكل هذا وين؟ في برنامج مستر مصر، تابعونا. مرة ثانية معاكم ونرحب فيكم في برنامج مستر مصلز. من بعد الفاصل نبدي مشوارنا للمرة الثالثة أكيد مع الكابتن يوسف سبهان المحترف وأيضا البطل الكابتن عبد الله العازمي. وتمرين اليوم اللي هو ريول، في ريول خلصنا التمرين الأمامي، خلصنا أيضا السكواد، الحين عندنا تمرين ثاني اللي هو الدفع بإشراف الكابتن يوسف. شو الفرق كابتن؟ طبعا مساك الله خير، يعطيك العافية لأن البال مشغول بالأسئلة. جواك الله كابتن عبد الله. شو الفرق بين السكواد والدفع؟ يعني شو الاختلاف بينهم؟ جهاز الدفع يعتبر اولا من الاجهزه الاساسيه يعني اللي تكبر حجم الريل بحيث انك تقدر تضيف اوزان، يعني طوف ال 200 كيلو. طوف ال 200 كيلو ما شاء الله. نعم. وعادي يعني ممكن اي شخص يحط اوزان ثقيله. اي نعم، مع الاستمراريه والتعويد والتكنيك الصح تقدر تزيد زين، وهذا راح يطول عضله ريلك بشكل كبير يعني. نعم زين. طبعا المبتدئين ساعات يشوف غيره يحط اوزان اكبر إيه؟ ويصير نفسه قول بقلبك قول تحج اي. ففي بعض المبتدئين يشوف هذا مثلا حاط له 25 يعني تقريبا 200 كيلو زين ويشوف انه يلعب مرتاح فيحاول انه يسوي يطبق نفسه تلقاه اول ما يعوره ظهره ولا ركبته وكذي هذا خطا مو قادر يدز فيحاول يخلي عضلات جسمه جسمه يتحرك حتى يدز الوزن. نعم. فيبلش اهم شيء انه بالتدريج او في اجهزه فيها اوزان جانبيه يعني. نعم. مو اللي انت تحط اوزان مثلا اللي هي هذه اي نعم الارقام 20 25 30 وجدا الجهاز هذا اساسي بتمرين الريل يعني. نعم. عرفت في ناس تقدر تلعبه على شكل 7 11 ضيج، كل ما رفعت ريلك كل ما صار التركيز على الفخذ الخلفي زين. يعني الجهاز هذا حق تقدر فيه يعني العضله الخلفيه والاماميه حسب موضع القدم. حسب موضع القدم يعني حلو. كل ما وسعت زين شغلت الجانبي اكثر، كل ما ضيجت شغلت يعني اذا تقدر فيه تلعب مثلا امامي. في شبه بين السكواد؟ في تشابه بالتكنيك؟ لا كثير يعني السكوات تشغل اكثر شيء العضله الاماميه. هني تقدر تشغل الاماميه ايضا الخلفيه يعني بس حلو. بتكنيك معين انك ترفع ريولك فوق تسكرهم شوي عرفت. هذه تقدر تقول ادفانس يعني حق المتطورين مثلا. يعني لما ارفع ريلي فوق معناته قاعد اشغل العضله الخلفيه، مو معناته ما تشتغل الاماميه بس الحمل يصير اكبر كنسبة تصير اكثر على الخلفيه يعني 70% الخلفيه 30% الاماميه. اي بس كل ما خليتها بالنص اي زين راح تحمل على العضله الاماميه والداخليه. العضله الاماميه والداخليه جزء منها لها علاقه القدم اللي حركتها نفس السكوات انها تاثر على العضله الخارجيه ولا اي نعم تقدر تحط ريولك بشكل 7 نفس الفكره ما اي نعم وراح تركز على العضله الجانبيه ايضا تقدر حسب وضعيتك جلوسك تقدر مثلا تسند ايدك بس مو اي واحد طبعا راح يقدر يطبق هذا وتلعب فردي زين يعني كل رجل تكون بروحها. عاد هذه يبي لها محترفين هذه يبي لها واحد يكون متمكن منها يعني لا احد يسويها ويتعود. فالجهاز تقدر تلعب عليه على اكثر من وضعيه ممتاز بس الماخوذ عليه يعني الاساسيات اللي هي 11 زين ريولك وضعيه 11 و7 و7 اي وتقدر توسع تقدر حسب الجزء المستهدف من العضله. انا بس باذنك باخذ فاصل لان لازم الحين بعد الفاصل نشوف عبد الله العازمي وهو يعاني في تمرين الدفع. فاصل ونواصل وياكم. الوضعيه الرابعه وضعيه الدبل باي خلفي تشد خلفي ريل الرجل الخلفي من تحت من فوق تشد بيطان مع الكتف والدبل بايسبس مثل ما احنا شايفين بهالطريقه
من بعد الفاصل معاكم مستمرين في برنامج مستر ماسلز، يوسف السبهان، عبد الله العازمي. الكره الحين ملعبهم تمرين دفع، انا بطلع برا الموضوع لان بصراحه ماكو لياقه، انتم لياقه كلها. الكره ملعبكم. قواك الله. يلا عبد الله. كم تبي؟ 20. انت اقعد هنا اللي تتعب انت. كم 20 بس؟ كبدايه 20. بس 20؟ اي. يلا يستاهل بس 20 يلا. تو تعبه وايد. تو خالص بطوله. يعطي العافيه. اخذت اي مركز بطوله؟ والله ما تهت. ما ان شاء الله جايات وايد. المهم انك جربت و وتحدث نفسك، هذا اهم شيء. الحين في البدايه راح نحط الريل على شكل 11، زين؟ وجه الريل الحين كذي. نعم. امامي. نعم نعم كذي راح يشغلنا الجزء هذا. حلو بس على عجاله. الخلفي شلون؟ نرفع شوي ريلنا فوق. الخلفي ترفع ريلك شوي فوق. اي حلو تمام بالشكل هذا. قاعد احرك العضله ما انصح المبتدئين يلعبونه لانه ما راح يعرف التكنيك النزله. قول له قول له زين. فما انصح المبتدئين انه يلعب خلفي هني لانه يبي له واحد يكون متمكن زين، عارف الزوايا، عارف النزله ايش كذا، وعنده قدره عضليه يعني عرفت، ومتمرس يعني على الجهاز هذا. نعم. احنا الحين نلعب الدفع الامامي مو الخلفي. فعبد الله شد حيلك وتوكل على الله. النزله تكون كامله كامله هني. اي نعم. يلا وبلش عشان اهم شيء السيفتي، وما يحرك القدره نهائيا ويخلي الحمل يركز كله على الريل. على الريل وهو بتكنيكه يستهدف العضله اليمين. حلو حلو. اي النزله تكون كامله والطلعه الصعده شلون؟ اي لاي هذه طريقه كذي كذي. اذا فردت ريلك على الاخر راح تعور الركبه. الركبه فلازم نعم. يكون كسره بسيطه، ثنيه بسيطه. ثنيه بسيطه حلو. اي نعم ممتاز. اي يعني الريل تصير تقريبا 170 درجه. نعم مع مراعاه النفس. يعني ساعات في ناس يغمت عرفت، فتحوشه دوخه. لازم مو بس دوخه، كنا حتى حوشه افتاد اكيد. اي اي خصوصا اذا كان شايل وزن وحاط حزام وكذي وغامت راح يدش مشاكل. الله لا يبلانا ان شاء الله. العضله تحتاج اكسجين. يعني هم انت تتمرن الاكسجين اللي تدخله تستفيد منه. حلو حلو. ما يكفي منه بس نهائي. فالتنفس مهم جدا في التمرين. نشوف تمرين عبد الله. روح الوحش بهالطريقه هذه كذي. انت قاعد تأدي بالوضعيه الصحيحه عرفت. ساعات اشخاص يكونون حاط وزن كبير يعني او مو قادر له فما ينزل كامل، ما عنده قدره انه يرد يدفع. دايم لا تفكر بالوزن، فكر انك تأدي التمرين بالشكل الصحيح عشان حلو تستفيد. حلو انت عندك حلو ساعه، يا تستفيد بهالساعه يلا تلعب من البدايه عشان لا تعور نفسك. ممتاز. كم طقه باقي لك؟ ما عديت. ما عديت؟ لا ريح بس ريح. وين السيفتي؟ نزل القفل. حلو. احنا نقدر نقول الحين تقريبا ادينا التمرين بالطريقه الصحيحه وقلنا السلبيات والايجابيات. نعم. في هذا التمرين وايضا شلون الواحد ممكن يلعب يركز تمرين على العضله الخلفيه. وقلت ونوهت وايد انت ان العضله الخلفيه على هالجهاز حق الناس اللي شوي ادفانسد في اللعبه. غالبا يفضل كابتن يوسف انه يكون حق العضله الاماميه حتى ما يكون عنده مشكله والاوزان تكون معقوله. نعم. حلو. اللي هي بين كل جوله وجوله السترتشات ما يهمل اللي هي نظام كذي الطريقه هذه كذي. اي نعم الطريقه هذه. اي نعم حلو. ليش سترتشات مثل ما قال عبد الله؟ تعطي ضخ دم اكثر للعضله زين، مرونه للعضله اكثر زين، تساعد في زياده الحجم زين. عشان بعد لا تشد العضله عشان هم تتجنب تمزق العضله. حلو حلو. فنقدر نقول احنا ادينا التمرين هذا وخلصنا. لكن اخر سؤال بالحلقه، كم جوله وكم عدد مرات الدفع بالتمرين هذا؟ اولا على حسب كم تمرين مدخل. ثانيا افضل يعني اذا كان اول تمرين يكون 5 جولات، كان بنص يعني بنص تمرينك من 4 ل 3، اذا حلو بالاخير 3 لان تكون يعني طاقتك شبه ناضي. نعم خلاص ماكو. وللحين وراك العضله الخلفيه وراك بطاط في ناس يلعبون وكذي على حسب الجدول اللي ماشي بس عليه. بس الستاندرد 4 جولات. 4 جولات لانها عضله كبيره فمحتاجه انك تتمرن عليها زياده. ايه نعم شويه. يعطيك العافيه كابتن. الله يعافيك. كفيت ووفيت. الله يعافيك. خلصت من هذا كابتن عبد الله. قواك الله الوحش. يعطيك العافيه كابتن يوسف. ما قصر حبيب قلبي. بس للحين ترى باكر في حلقه ثانيه بنعيشها معاك. الساعه المباركه. تبارك فيك حبيب قلبي. الوعد معكم باكر في برنامج مستر ماسلز. في امان الله.